مريت بأزمات صعبة في حياتك، طبعا أصعبهم يا أستاذ أحمد؟ أصعبها جت في سنة جه كان شهر رمضان، أما بيجي قبلها بيبعتوا لي بقى أعمل مسلسلات أعمل أي حاجة. ففي سنة قعدت ما فيش حد اتصل بي ولا أي حاجة، ولا حتى عم فؤاد، ولا مفيش حد. قعدت لغاية الفجر، صليت الفجر وأنا بركع قلت له يا رب أنا متجوز ومعايا ست ومعايا ولادي وما معيش فلوس ومش هستلف، مش هاخد من حد، مش هروح حتة أقول شغلوني. وعمري ما قلت شغلوني، عمري ما طلعت في تلفزيون وقلت عايز أشتغل. فيا رب، وأنا بقى ساجد عيطت. خلصت الصلاة، صلاة الفجر، نمت أحلى نومة في الدنيا. الصبح الساعة 10 الصبح قلت أروح التلفزيون يمكن يقولوا لي حاجة. داخل من باب التلفزيون لقيت في واحد مخرج، واحد ريجيسير، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، في واحد بيدور عليك وعايز نمرة تليفونك وبتاع، وعديها له واديتها له وهيكلمك. كلمني. قلت له نعم. قال لي أنا أسامة، اشتغلت معاك في كذا وكذا وعايزينك في دبي. قلت له أنت بتهزر؟ قال لي لا ما بهزرش. قلت له أنا هقفل. هو قال لي أنا هقفل وخلي مدير المحطة يكلمك. أبو ظبي. مدير المحطة كلمني قال لي أستاذ أحمد. قلت له إيه؟ نعم. قال لي أنا فلان الفلاني وعايزك في مسلسل 30 حلقة. ربنا الفجر الصبح ما استناش تاني يوم، ربنا جاب لي 30 حلقة في دبي. سافرت وعملت الحلقات، برضو عايز أكمل رضا ربنا والأزمة اللي طلعني منها. رحت عملت المسلسل، قلت له قبل ما أروح اوعى تطلع أنا كمصري تطلعني صايع ولا بتاع، لا أنا محترم ولا يمكن أعمل حاجة وحشة. قال لي تعالى. فرحت قريت لقيته دور كويس، مثلت، خلصت. مراتي كل شويه بقى تتصل تقول لي عايزين نحج. قلت لها المسلسل ده هنحج. فقالت لي نادي الصيد عامل حج، فنطلع. قلت لها حجز لنا. حجزت. جه اخر المسلسل قبل الاخر اتصلت بيا وقالت لي المبلغ كذا اللي فاضل لي ما يكفوش الحج. برضه صحيت الفجر قلت له انت اللي هتحل بقى، انا عايز احج. اعمل ايه؟ عايز احج انا ومراتي. كلمت والله كلمته زي ما بكلمك كده وانا ساجد. اخر يوم عاملين لي حفله، قالوا لي استاذ احمد انت كنت بتئم الناس، اللي هو مدير المحطه بتئم الناس وبتقول يعني عمرك ما قلت كلمه وحشه، عمر ما صحوك من النوم، تيجي في ميعادك وما غيبتش، ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي مشاكل، فاحنا تكرمنا هنديك الظرف ده هدية من عندنا. المبلغ اللي اداهولي يكمل فلوس الحج ونتفسح وناكل ونشرب وننام الفلوس الزيادة. ايه الكرم ده؟ ايه الجمال ده؟ لا اله الا الله.
واما بنعمة ربك فحدث. هو ده، هي دي كان المنحة وطلعني منها والحمد لله. ما الحمد لله.